نبدأ مع حضراتكم يومنا بمجموعة من الأخبار والموضوعات اللي بالتأكيد تهم حضراتكم. خلونا نبتدي بالأخبار اللي حصلت امبارح، واللي كان أبرزها أنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي بكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد، وتقدم سيادته بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز أثار هذه الكارثة. يعني خالص التعازي لأسر الضحايا بالتأكيد، يعني والله يكون في عون الجميع. لكن كمان امبارح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال انه بيتم صياغة برنامج واضح، وده لدعم وتحفيز الصادرات المصرية. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتقدم الرئيس بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع اللي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى. وأكد الرئيس تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز أثار هذه الكارثة. كمان امبارح الرئيس أجرى اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد، وأعرب سيادته عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر اللي وقع بالأمس والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وأكد أيضاً الرئيس تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، وأشار إلى توجيهات بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد لسوريا. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه جهود وزارة الأوقاف في الاستعداد لشهر رمضان المعظم وعرض أنشطتها الدعوية والمجتمعية. ووجه سيادته بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والدعاة والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علمياً وثقافياً، وده في إطار تعزيز جهود مواكبة الخطاب الديني لتطورات العصر والتفاعل معه. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زوران ميلانوفيتش رئيس كرواتيا، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأشاد بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر في المحافل الدولية خاصة داخل الاتحاد الأوروبي والتوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كمان امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وأكد رئيس الوزراء على صياغة برنامج واضح لدعم وتحفيز الصادرات المصرية ومناقشة الإجراءات والخطوات اللي من شأنها زيادة حجم الصادرات والوصول لتصور متكامل لتحفيز هذا القطاع المهم. امبارح برضه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع عدد من مشروعات القوانين اللي بتتضمن تأثيرات ضريبية لتحفيز القطاع الصناعي، وقال مدبولي إن هدف الحكومة في هذه المرحلة بيتمثل في اتخاذ مختلف الإجراءات لتعزيز دور قطاع الصناعة وتذليل مختلف التحديات في هذا الاتجاه، بما في ذلك إجراءات التعديلات التشريعية المحفزة للشركات من أجل توطين صناعتها في السوق المصرية. كمان امبارح رئيس الوزراء تابع مخططات الجزء الغربي من الشريط الساحلي بمدينة العلمين الجديدة، وأكد مدبولي إن المخطط اللي تم استعراضه حول تنمية الجزء الساحلي الغربي يهدف إلى أن يصبح هذا الجزء مقصد سياحي عالمي مستدام ونابض بالحياة على مدار العام. خلينا نروح لأخبار المحافظات، لأن معنا مجموعة من الأخبار والأحداث والموضوعات الهامة في كل محافظات الجمهورية المختلفة، اللي ممكن منها إحلال خطوط الكهرباء الهوائية بكابلات أرضية في محافظة الوادي الجديد تحديدا. كمان هيكون عندنا في المنوفية يا أحمد تسليم 150 عقد لمشروعات التمكين الاقتصادي في عدد من قرى المنوفية، وتدريب للعاملين بشمال سيناء على تكنولوجيا التحول الرقمي. أخبار تانية نعرفها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الوادي الجديد اللي بيتم فيها إحلال خطوط الكهرباء الهوائية بخطوط كابلات أرضية بمركز باريس بتكلفة 13 مليون جنيه، وده حرصاً على سلامة المواطنين والحد من المخاطر المحتملة للخطوط الهوائية وضمان جودة وانتظام خدمات الكهرباء. في المنوفية تم تسليم بعض عقود مشروعات التمكين الاقتصادي قرية بلا فقر، وعدد المشروعات وصل ل 150 مشروع بتكلفة 1.5 مليون جنيه.
في كفر الشيخ انطلقت بالصالة المغطاة فعاليات بطولة محافظة كفر الشيخ التنشيطية للكاراتيه بمشاركة 2500 لاعب ولاعبة بيتنافسوا في مسابقتي كاتا وكوميتي لأعمار سنية تتراوح ما بين 5 سنين لحد 18 سنة، وبيمثلوا أندية ومراكز شباب كفر الشيخ. في سوهاج تم افتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة أخميم بجوار مجلس المدينة، واللي بيوفر السلع اللازمة والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بتقل عن مثيلتها بالسوق بنسبة تصل لـ20%. في الشرقية تم طرح 10 أطنان رز لبيعها للمواطنين بسعر 15 جنيه للكيلو الواحد، وده بمعرض أهلاً رمضان المقام بمدينة أبو حماد. في مطروح أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي إنها بدأت من الآن تجهيز وتعبئة كراتين رمضان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان بوقت كافي على أهالي القرى الأكثر احتياجاً. في الدقهلية تم تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الرحمانية بمركز ميت غمر، وتم توقيع الكشف الطبي على 1959 مواطن وتقديم الخدمات العلاجية بالمجان. في شمال سيناء بيتم تدريب العاملين بالمحافظة على تكنولوجيا التحول الرقمي لبدء دخول المحافظة في تلك المنظومة وانتهاء التعامل الورقي بجميع الخدمات الحكومية اللي بتقدمها المحافظة للمواطن السيناوي. يمكن زي ما تابعنا في جولة المحافظات، يمكن القاسم المشترك فيها كلها هو معرض أهلا رمضان والاستعداد لشهر رمضان المبارك. كل عام وحضراتكم يعني صحة وسلامة وبخير يا رب دايما.